الكرام في كل مكان، ليلة صافية رائعة، جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم، كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. وركلة البداية، تحرك سريع إلى الأمام، تسديدة في اتجاه المرمى، نجو من هدف محقق. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة بينية، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. يبحث عن زميله. محاولة من جهة اليسار، يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة اجتازت الخط، حاولت إلى رمي التماس. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى اليوم، الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة عرضية، كرة تمر بسلام على المدافعين، لمسة بينية، عرضية داخل منطقة الجزاء، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول فك شفرة دفاع فريق الخصم. يمر ويلعب كرة بينية، عدت الكرة، تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. مباشرة قبل أن تلمس الأرض. هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل.
الكرة بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. لمسة بينية والكرة في المساحة، لعب في الأمام في مكان التسلل. يحاول تمريرها من بعيد، تسديدة. تساهل في الضغط عليه، استحق الأقرب منه. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. تمريرة طولية إلى الأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعب كرة على اليسار، خسر المواجهة أمام خصمه، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. انطلاقة خطيرة، ويستمر في انطلاقته في محاولته. تدخل جميل، لا يوجد مجال للأخطاء في هذا الأداء الدفاعي الكبير. بالكاد نجح في إبعاد الكرة بكل قوة، بكل إصرار يواصل مشواره. كرة إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. يلعب كرة بينية، الكرة تصل إليه، يلعب العرضية، ينجح في إبعاد الكرة. كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد، يسيطر على الكرة، موجود إبعاد الكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية، فرصة للتسديد، والكرة في الشباك. جول! خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. هدفين مقابل لا شيء، المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل، يسدد الكرة. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. الآن فرصتهم للمرتدة، كرة طولية في المساحة الخالية، وانتهى الشوط الأول. كل ما نشاهد الآن في شوط واحد، يا إلهي على هذا الأداء،
سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. كرة طويلة للأمام، فاتت ومرت وصلت إليه. يمر ويلعب كرة بينية. تلعب الكرة إلى الأمام، وستكون هنا رمية تماس. يبحث عن المهاجم، يلعب كرة بينية ويمر والتسديد. هجمة مرتدة الآن، يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة طويلة. الحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. الكرة المعتادة، الدفاع قوي جدا. إمكانية مرتدة الآن، قد تكون هذه فرصته. يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة ممتازة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، فرصة هجوم معاكس. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. واحد على واحد، ها هي التسديدة. الكرة في المرمى، السلام. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، انطلاقة غير عادية. نجح في اختراق الدفاع، ربما كان يحتاج إلى اللمسة الأخيرة ليكون هدفا رائعا هذا اليوم. وصلت إليه، يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعبها ببراءة. يا له من تصدي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. ويوقف الحكم، إذن البطاقة الصفراء. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب.
يمر ويلعب كرة بينية، يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان، يلعب كرة بينية، ربما لو مرت كانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. لمسة بينية، ضغط قوي وينجح في استعادتها. الآن إمكانية المرتدة، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، يضع الحكم يده في جيبه من أجل إخراج بطاقة صفراء. مرت الكرة بشكل جميل، يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، تسديدة ينطلق إلى الأمام بسرعة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الله، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم. بالنسبة لهم هذه أقرب كرة إلى المرمى. يلعب كرة على اليسار، يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية، مرت الكرة، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، يا إلهي، الكرة كانت قريبة جدا. رأسية مذهلة، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، لمسة بينية، يسدد الكرة، انتهت المباراة. يا لها من مواجهة صعبة ورائعة، لأن الفريقين لم يرضيا بالتعادل في أي لحظة من لحظات المباراة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد، ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة، شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم، بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. بعد أن انتهت مباراة الليلة نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في مباريات القادمة، شكراً.